السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هو المقصود بالسكر؟ هل هو السكر الابيض بس ولا في مواد تانية احنا بنقصد بيها كلمة السكر؟ يعني احنا دايما نقول بطلوا السكريات، السكريات مضرة، الناس عندها سكر في الدم. ايه المقصود اصلا بكلمة السكر هنا؟ نبطل ايه وما نبطلش ايه؟ ايه هو السكر المضر؟ طب هل في سكر مصنع؟ هل في سكر طبيعي؟ اسئلة كتيرة جدا ممكن تكون بتيجي في بالنا ومنعرفلهاش اجابة طول عمرنا. اي مادة بتتحول في الجسم لمادة اسمها جلوكوز هي دي المقصود بيها السكريات او النشويات. ايه هو بقى الجلوكوز ده؟ اللي هو السكر اللي بيعوم في الدم بتاعك. لما انت بتروح تعمل تحليل دم وبتقيس نسبة السكر في دمك، في حاجة اسمه سكر الجلوكوز. لما انت بتقول انا مريض سكر، يعني عندك سكر الجلوكوز ده عالي في دمك. هو في انواع تانية من السكر، اشمعنى سكر الجلوكوز ده؟ سكر الجلوكوز ده بنسميه السكر الاحادي او ابسط انواع السكريات او انواع النشويات. عندنا احنا حاجه اسمها سكريات احاديه، يعني جزيء واحد بس او مولكيول واحد بس على بعضيه، ده سكر الجلوكوز. وفي واحد تاني برضو اسمه سكر الفركتوز اللي بنسميه سكر الفاكهه، برضو ده سكر احادي، يعني مولكيول واحد او مركب واحد. عندنا مثلا سكريات ثنائيه، ثنائيه باينه من اسمها ان هم حاجتين اتجمعوا مع بعض. فعندنا مثلا السكر الابيض اللي هو الناس معتقده ان هو ده السكر وبس، ده بنسميه ايه؟ السكروز، اللي هو سكر المائده. ده بيكون اتحاد جزيء فركتوز من اللي قلنا عليه سكر احادي مع جزيء جلوكوز من اللي قلنا عليه سكر احادي. لما بيدخل في جسمك بيتفكك ويتحول للجلوكوز والفركتوز. عندنا مثلا سكريات عديده، عديده يعني ايه؟ يعني فيها اكتر من جزيئين من السكر، ممكن 3 4 10 لحد 10. عندنا كمان سكريات او نشويات معقده او مركبه فيها كمان سكريات اطول بكتير من كده. كل ده في النهايه بتاعته سواء سكر احادي ثنائي، سواء سكر عديد، سواء سكر مركب او نشا مركب، لما بيدخل جسمك بيتحول ويتكسر ويتحول لسكر الجلوكوز. ولكن سرعه تحوله بقى، سرعه التكسر بتاعته هي دي اللي بتفرق في نوع النشويات. في حاجات بتتحول بسرعه جدا، يعني بتتكسر بسرعه جدا وتتهضم بسرعه جدا وتتحول للجلوكوز ده، يعني كل النشويات كل السكريات بتتحول ومقالها لفين؟ للجلوكوز اللي هو سكر الدم ده. فحضرتك لو اكلت السكر الابيض هيتحول لجلوكوز، لو اكلت فاكهه جلوكوز وفركتوز زيه زي السكر الابيض، العسل هيتحول في الاخر جزء منه للجلوكوز، الرز النشا اللي فيه هيتحول لجلوكوز، البطاطس، النشويات، الحلويات، العصائر اللي حضرتك بتاكلها، العيش والدقيق والمخبوزات والكرواسون والمعجنات، كل ده هيدخل في جسمك هيتحول ايه؟ للجلوكوز. كل انواع البقوليات اللي انت بتاخدها كلها، الشوفان، بقوليات يعني ايه؟ زي العدس والفاصوليا والحمص والكلام ده كله، الشوفان القايمه كلها، الشعير، الحبوب كلها، كله ده هيروح في الاخر مقاله لفين؟ لسكر الجلوكوز ده في الاخر في الدم عندك. كمان في سكر اسمه السكر الخفي، يعني موجود في حاجات كتير وانت ما تعرفش انه موجود عندك، مثلا زي المايونيزات، زي الصوصات، زي التتبيلات بتاع اللحمه، تتبيله السلطه اللي بتتباع جاهزه، اي اكل من بره البيت انت معرض يكون في حاجه اسمه سكر خفي، يعني داخل لجسمك وانت ما تعرفوش. كل الكلام ده اسمه سكر. هل كل السكريات دي بقى ضاره للجسم؟ بتخضع على حسب جسمك، ولكن في حاجه اسمه سكريات ضاره او سكريات مصنعه، زي ايه مثلا؟ الدقيق والعيش الابيض، السكر اللي فيه بيمتص بسرعه جدا للجسم بتاعك، ما تجيش تقارنه بالشوفان برغم ان الاثنين هيتحولوا لجلوكوز في الاخر. هتاكل مثلا بطاطس ولا تاكل عيش ولا تاكل رز ولا تاكل شوفان؟ طب هتاكل تمر، ما التمر فيه سكر كتير قوي. طب هل السكر بتاع التمر زي السكر الابيض؟ في فرق. فرق في ايه؟ في وجود الالياف والفوائد التانيه. هل سكر الفاكهه لما انا اكل حبه فاكهه زي ما اخد معلقتين ثلاثه سكر في الشاي؟ لا، الفاكهه ليه؟ لان الفاكهه معاها الياف مع السكر بتاعها برغم ان فيها سكر، معاها فيتامينات، معاها معادن، لكن السكر الابيض زيرو من السكر. فعشان كده بنسمي النشويات البيضاء او النشويات المكرره او السكر الابيض او الدقيق الابيض، كل الحاجات دي بنسميها ايه؟ سعرات فارغه، سعرات لا قيمه لها، بس بتاخد سعرات ونشويات وسكريات بس. هل انت واخد معاها فيتامينات؟ هل انت واخد معاها معادن؟ هل انت واخد معاها الياف؟ لا. فعشان كده يبقى احنا كده فهمنا المقصود بكلمه السكر، المقصود بكلمه السكر كل النشويات، ولكن في نشويات ضاره وفي نشويات نافعه، في نشويات مصنعه وفي نشويات طبيعيه بتاعت ربنا الانسان ما يتدخلش فيها، موجود فيها الالياف والفيتامينات والمعادن. كل واحد بقى والحاله الصحيه بتاعته. في مريض السكر ممكن امنع عنه حتى النشويات اللي هي طبيعية او النشويات المصنعة الصريحة زي البطاطس مثلا وزي الرز اللي هو الحبة الكاملة وزي الشوفان وزي البقوليات، واقول له خد النشويات من الخضروات بس. هي الخضروات كمان فيها نشويات، يعني البصل فيه، الفلفل فيه، الجزر فيه،
الورقيات الخضرة فيها، ولكن طبعا بيكون فيها نسب اقل وصغيره خالص، ونوع تاني من النشويات او السكريات، وامتصاصه طبعا بيكون بطيء جدا وبيأثرش على سكر الدم، لانه معاه كميه الياف كبيره قوي، والكميه اصلا اللي موجوده في كل الخضرات قليله خالص، زي الكوسه زي الباميه زي الفاصوليا الخضراء، كل الكلام دي فيها نشويات وسكريات ولكن قليله جدا. فلما نقول لواحد امشي على نظام قليل في النشويات، معناه انك تشيل كل النشويات الضاره دي. مثلا مريض سكر اقول له مثلا كل بروتين ودهون ونشويات من الخضرات، يعني ايه اللي هي قائمه الخضرات اللي هي فيها السكر والنشويات قليل قوي. فمن الحلقه دي لازم نستفيد ونفهم ان لما اقول لك بطل سكر، مش السكر الابيض بس، لازم تكون فاهم ايه هي القائمه كلها اللي سكر. يعني ايه انا عندي سكر في الدم مرتفع، هو ايه السكر اللي في الدم ده، نوعه ايه، هو ده سكر الجلوكوز اللي هو السكر الاحادي اللي هو ابسط انواع السكر. يعني ايه انا عندي مقاومه انسولين، يعني انا عندي سكر الجلوكوز ده عالي في الدم بتاعي او عالي في الجسم عندي، جاي منين؟ جاي من اكل السكر بس؟ لا، جاي من اكل كل النشويات اللي انت بتاكلها. حتى لو انت بتاكل نشويات صحيه باسراف هيجي لك سكر، لو انت بتاكل مثلا شوفان بكميات كبيره هيجي لك سكر، بتاكل رز بكميات كبيره قوي هيجي لك سكر عالي عندك في الدم بتاعك، بتاكل بطاطا بكميات كبيره هيجي لك سكر، بتاكل فواكه باسراف وكميات كبيره السكر هيعلى عندك في دمك. فالمحصله بتاع كل الكلام ده زي ما قلت، في نشويات ضاره وفي نشويات نافعه، ولكن حتى النشويات النافعه ناخد منها باعتدال، معاها الياف، معاها فيتامينات، معاها معادن. الالياف بتفرمل شويه من ارتفاعات السكر بتاعها، غير لما اخد مثلا عيش ابيض، غير لما اخد سكر ابيض، وده هو اللي يفرق مثلا الفاكهه عن حبات السكر. مثلا تاخد تمرايه مع الشاي افضل لما انت، او مع القهوه افضل لما تحط معلقه سكر جوه القهوه او الشاي بتاعتك. ليه؟ عشان تاخد شويه الفيتامينات والمعادن معاها التانيه. يبقى نبعد عن السكريات بكل مشتملاتها الضاره بتاعتها، ونبدا نستخدم سكريات طبيعيه باعتدال. ولو انا مريض سكر او مقاومه انسولين، لازم ابعد كل الحاجات دي عندي واركز بس في الخضروات. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه، لان كلنا بنسمع كلمه سكر ونبطل سكر وتحدي السكر واضرار السكر، وكلنا عندنا اعتقاد ان هو السكر الابيض بس او سكر المائده بس. شيروا الحلقه وخلوا المعلومات توصل لاكبر عدد من الناس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.